بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله جبريل، قال: يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله وأنا أعلم، قل له ما الذي يبكيك؟ فلما نزل جبريل قال: يا محمد إن الله يقول وهو أعلم ما الذي يبكيك، فأخبره أنه يبكي على أمته الذين يدخلون النار. فرجع جبريل إلى الله وقال: يا رب إن محمد يبكي على أمته الذين يدخلون النار. قال: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إن الله لن يسوءك في أمتك، إن الله لن يسوءك في أمتك، أبشر يا محمد، أبشر يا محمد. قال: فأسجد، فيقول الله جل وعلا: قم يا محمد، ويحد لي حدا. قال: فاذهب وأخرج من النار كل من كان في قلبه لا إله إلا الله.